السلام عليكم هارموني، معكم زميلتكم رهف الخطيب. في هذا الفيديو راح نكمل الجزء الثاني من اللي كنا نشرحه قبل عن موضوع السيجنالينج وهاي الأشياء. خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذاك الفيديو وصلنا لعند forms of signaling، أشكال التواصل بين الخلايا. إحنا حكينا الخلايا بتواصلوا مع بعض عن طريق خلية بتعطي مادة كيميائية أو بتطلع مادة كيميائية بتروح على target cell. هاي target cell عندها receptors لهاي المادة بالذات. هذا إشي فاهمينه. هلأ في عندي أشكال للسيجنالينج تختلف حسب المسافة بين الخليتين هدول، لو كانوا هدول الخليتين جنب بعض أو لو كانوا هدول الخليتين بعاد شوي أو لو كانوا كتير بعاد. تمام، كل نوع إله اسم وفي له طريقة. تمام، هاي هي بشكل عام الشغلة. يعني هون بحكي لي انه سيل سيجنالينج involves the transmission of a signal، بحكي لي هو نقل signal from ascending cell ل receiving cell اللي هي target cell. مش كل ascending و receiving cell بيكونوا جنب بعض ولا يعني، فبالتالي لانهم مش كلهم جنب بعض والمسافة بتختلف مش راح يكون نفس طريقة التبادل. يعني مثلا الخلايا اللي جنب بعض، الخلية بتفرز المادة بالإكسترا سيريال ماتريكس تلاقيها وصلت لعند جارتها، يعني للخلايا اللي جنبها لانه خلص كتير قراب. بس الخلايا اللي بعاد ما راح يكون نفس الطريقة اكيد. There are four basic categories، بحكي لي في عندي اربع أنواع أو مجموعات من الكيميكال سيجنالينج في المالتي سيلولار أورجانيزمز. أول إشي عندي باراكراين، أوتوكراين، إندوكراين، والسيجنالينج باي دايركت كونتاكت. إذن هم أربع أنواع، رح نحكي عن كل واحدة شو معناها. طبعا هدول شو اللي بتحكم فيهم، حكينا المسافة بين الخلايا. تمام، باراكراين، أوتوكراين، إندوكراين، وال signaling by direct contact. بحكي لي المين ديفرنس هو الديستانس اللي رح تضطر السيجنال انها تتحركها خلال الجسم او خلال العضو حتى توصل للتارجت سيل. نبلش باول نوع اللي هو الباراكراين. بحكي لي انه السيلز اللي جنب بعض، ماشي، كيف حكينا؟ حكينا هم بتواصلوا عن طريق الكيميكال ماسنجرز. الليجند بيعمل diffusion through the space between the cells، ماشي. This type of signaling in which cells communicate over a relatively short distance is known as paracrine. إذن الإشي اللي صرنا شرحينه ثلاث مرات لحد هلا إنه الإشي بيصير اللي بيكونوا الخلايا جنب بعض diffusion قبل extracellular سبيس وبوصل للخلية جنبها، هذا اسمه باراكراين. تمام، الباراكراين سيجنالينج بسمح للسيلز انها تنظم الاكتيفيتي بين بعضها. طبعا السيلز اللي قراب من بعض، يعني بتلاقي انه السيلز اللي جنب بعض عارفين منظمين حالهم لحالهم. تمام، although they are they're used in many different tissues and contexts, paracrine signals are especially important during development when they allow one group of cells to tell neighboring group of cells what cellular and identity to take on. إذا بحكي لي هي تستخدم في أكثر من شغلة، يعني شغلة الباراكراين بس مهمة أكثر إشي بموضوع الديفلوبمنت، إنه one group مجموعة سيلز جنب بعض بيكونوا عارفين شو السيلولر ايدنتيتي تاعتهم. اوكي، يعني مثلا انه ايش، خلايا الكلى لحال، خلايا الكبد لحال، هيك. هلا هون بحكي لي انه في النيورونز السيلز اللي بتكون جاية قريبة من تحت، يعني من الارضية، ماشي، تاخد طبعا اعلى سيجنال. اوكي، فبتكون كونكتور نيورونز او انتر نيورونز بسموه، ماشي،
أما النيورونز اللي بتيجي شوي أبعد بتاخد سيجنال أقل، فبالتالي بتصير موتور نيورونز اللي هي كونكت توصل مع المسلز. تمام، هلا اللي أبعد منها ماشي بتاخد نسبة كتير قليلة من السيجنال، فبرضه بتصير نوع من الانتر نيورونز. نيجي على سينابتيك سيجنالينج. تمام، حكينا انه بنعرف كيف السيجنال بتنتقل بالسينابس، وزي ما شفنا بالفيديو انهم مش متصلين، وفي عندي نيورو ترانسميترز هي اللي بتنقل الإشارة. One unique example of paracrine signaling اللي هو synaptic signaling، بدنا نعرف انه synaptic signaling نوع من انواع الباراكراين. ليه؟ لانه النيورونز بيكونوا جنب بعض والمادة الكيميائية بتنتقل بينهم بسبيس. اوكي، حكينا nerves transmit signals، فيها هاي البروسيس اسمها سينابس. اذا تناقل السيجنالز بين النيرفز هي سينابس. جنكشن بين تو نيرف سيلز وير سيجنال ترانسميشن اوكرز، واحنا عارفين كيف. هلا احنا رجع نعيد الحكي اللي احنا بنعرفه، ان هو سيندينج نيورون بيعمل الكتريكال امبولس موف رابيدلي ثرو ذا سيل، ماشي لتحت، بوصل لتحت اوكي لعند long fibers like extensions، شو بنسميهم؟ شو بنسميه؟ axon. تمام، اذا في عندي اشي زي هيك اللي هو المحور، يعني اشي طويل هيك اسمه الاكسون، بتسافر من فوق لتحت لعنده. ماشي، هلا لما يوصل الامبولس لمنطقة السينابس راح يحفز، ماشي، release of ligands اللي هي بتكون اللي هم اسمهم النيورو ترانسميترز، بيكونوا بالفيسيكلز طبعا. تمام، which quickly cross the small gap between the nerve and cells. the small gap حكينا اسمها synaptic cleft. تمام، تنتقل النيورو ترانسميترز من فوق لتحت خلال synaptic cleft. ماشي، النيورو ترانسميترز لما توصل للreceiving cell رح يرتبطوا بالreceptors، بيسببوا chemical change inside the cell. غالبا بيكون انه بيفتحوا الايون channels اللي هي بتغير الالكتريكال potential بالممبرين تبع التارجت سيل، فتنقل الاكشن potential لإلها، وهو هذا الهدف من تواصل. الهدف من كل اللي صار انه ينتقل الاكشن potential من النيرف للنيرف الثاني، وهيك احنا عملنا اللي بدنا اياه. Synaptic signaling neuron transmitters is released from vesicles، حكينا اللي هي بتكون بنهاية الأكسون تبع ascending cell، تعمل diffusion across the small gap توصل ل target neuron وبترتبط مع receptors عند target neuron. برضو حكينا هذا الحكي. هلا neuron transmitters اللي بتطلع من السينابس ماشي quickly degraded or taken back up. ماشي، هسه لما ترتبط على الريسبتورز يصير اللي بدنا اياه. هلا هاي برضو دغري زي بتتفكك او بتنشال من sending cell، مش مطلوب الآلية، حتى انه ايش يرجع كل شيء طبيعي، يعني انه ما يضل، لانه طول ما هم موجودين حكينا طول ما هو ريسبتر ماسك باللايجند راح تضل، مثلا لو فتح ايونات راح تضل الايونات مفتوحه، لو في شغله معينه راح تضل، يعني راح يضل الاكشن عم بيصير لحد ما الريسبتر يترك اللايجند. فهذا الشيء بيعمل ريسيت، ماشي، فالسينابس يعني بيكون يجهز حاله حتى، يعني زي بياخد استراحة أو بيجهز حاله لحتى ياخد السيجنال اللي وراها. تمام، يعني لازم يكون في استراحة، مش إنه ورا بعض ورا بعض. أوكي، حكينا الباراكراين
اللي هي السيل تارجت نير باي سيل، تمام. طبعا ما بيكون في بينهم جاب جنكشن، مهم مهم، ماشي. ما يكون في بينهم جاب جنكشن، بيكونوا جنب بعض بس ما في بينهم جنكشن اصلا، تمام. هلا نيجي على الاوتو كراين. من اسمه اوتو يعني السيل، هي يعني سيل تارجتس اتسيلف، هي اللي يعني بتحفز حالها، تمام. تطلع سيجنال، هاي السيجنال بترتبط على ريسبتورز على سطح الخلية نفسها، تمام. الاوتوكراين سيجنالينج بحكي لي انه السيل signals to itself releasing a ligand that bind to receptors on its own surface. ضلني اخربش انا. اوكي، بحكي لي انه depending on the type of signal to receptors inside of the cell. طبعا احنا حكينا لو كانت السيجنال المادة الكيميائية بتدخل لجوا الخلية راح تدخل على الخلية نفسها، إذا كانت ما بتدخل راح ترتبط على سطح الخلية نفسها، تمام. الفكرة من هذا الموضوع إنه بالأوتوكراين الخلية هي بتحفز حالها لحالها. This may seem like an odd thing for a cell to do, but autocrine signaling plays an important role in many processes. محكي إنه يمكن إشي غريب إنه الخلية شو مستفيدة لما هي تحفز حالها، بس فعليا هو دوره كتير مهم في كتير من العمليات اللي بتصير في الجسم. بحكي لي في كتير حالات السيجنال ممكن تكون عن طريق أوتوكراين وباراكراين إفكت، يعني الخلية بتطلع سيجنال بتحفز نفسها وبتحفز الخلايا اللي جنبها، أوكي. نيجي على الإندوكراين. الإندوكراين مرتبط بالهرمونات، ماشي. هلا المادة اللي راح تطلع من الخلية راح تروح على مكان بعيد، كيف تنتقل لمكان بعيد؟ تنتقل عن طريق الدم. لما المادة هاي تنتقل عن طريق الدم بنصير نسميها هرمون، تمام. عشان هيك احنا بنحكي هرمونز، يعني هرمونز هي بتنتقل عن طريق الدم، تنتقل لمكان بعيد، هذا هو الإندوكراين. نحكي هون بحكي لي انه السيلز بتحتاج انها تنقل سيجنالز ل لونج ديستانسز، غالبا بيستعملوا السيركيولاتوري سيستم، ماشي. فهي يعني بتوزع المسجز، كانها هي بتوزيع، يعني تحملهم بتوزعهم على مكان الخاص فيهم. في المسافات البعيدة endocrine signaling signals produced by specialized cells، cells المتخصصة بتطلع هاي signals، تمام، اللي هي عبارة عن مواد كيميائية، وبتوديها وين؟ على ال blood stream which carries them to target cells. حكينا هو بوزعهم على على target cell اللي هي راح تكون بعيدة عن ال عن السيجنالينج سيل، تمام. سيجنالز اللي بتكون في one part of the body travel through the circulation لمكان بعيد شو بنسميهم؟ هرمونز. ف هرمونز بس بالإندوكراين. In humans endocrine glands release hormones include مثلاً، مثال عليها الثايرويد، الهايبوثيلاموس والبيتويتري، ماشي. هدول بفرزوا، هدول الجلانز بفرزوا هرمونات. هاي الهرمونات طبعاً في عندي هنا الجونادز اللي هم الغدد التناسلية، تمام. هدول كلهم والبنكرياس، كل شوي بنسى شيء، ماشي. احنا عارفينهم طبعا هدول الغدد. هلا كلهم بفرزوا هرمونات، هاي الهرمونات بفرزوها بالدم، بتروح من الدم وبتتوزع على المكان اللي محتاجها. each endocrine
gland releases one or more type of hormones. طبعا كل غدة بتفرز أكتر من نوع مش نوع واحد. طبعا هم اللي مسؤولين عن أغلب الريجوليشن في جسمنا الهرمونات، فهم كتير إشي مهم. مثال على الاندوكراين، عندي البيتويتري جلاند بتطلع لي الجروث هرمون. أوكي، هذا الجروث هرمون هو اللي بيخلي الخلايا تتكاثر، يعني إنه عشان إنه جسمنا ينمو. particularly إنه خلايا إنه بشكل مخصص خلايا السكيلتون والكارتليج. فمثل كل الهرمونات، الجروث هرمون affects many different types of cells، رح يأثر على كتير أنواع من خلايا الجسم وكل واحدة بجهة. فعشان هيك cartilage cells provide one example of how growth hormone functions. لو مثلا جينا على موضوع جينا على الكارتلج سيلز، طبعا هو رح يغذي انواع كتير بس احنا بنحكي عنه واحد عشان نسهل الفهم. بحكي لي انه بيجي على الكارتلج سيلز بيرتبط بالريسبتر على السيرفس للسيل، ماشي، وبيحفزها انها تنقسم، بالتالي هيك بنمو الكارتلج. خلايا العظم، خلايا اي خلايا بالجسم، نفس المبدأ رح يصير. endocrine signaling برضو قلنا انه هي سيل بدها تودي سيجنال للسيل بعيدة عنها من خلال البلد. signaling molecule بتطلعه السيل، بعدين بيسافر عن طريق البلد بيوصل للسيل الثانية، بيرتبط بالريسبتورز وبس. اوكي، هلا signaling through cell cell contact، هون بيكون في عندي gap junction لو كانت في الانيمالز، او بلازموديزماتا لو كانت بالبلانتس. هاي بيكون في عندي اشي زي التواصل، زي قناة، زي كيف قنوات المي بتكون هيك ماشي وتوزع. فبيكون في اشي يوصل الخليتين ببعض، مش زي الباراكراين قلنا ما بيكون في بينهم تواصل. تمام، هون في عندي جاب جانكشن بتكون موجودة بالحيوانات والإنسان، وهون في عندي بلازموديزماتا بالبلانت. هم عبارة عن تايني تشانلز دايركتلي كونكت نيبرينج سيلز، بتكون توصل السيلز اللي جنب بعض بشكل مباشر. ماشي، هدول التشانلز يكونوا فيهم ماي تسمح للموليكيولز الصغار انهم يعبروا من خلالها، بنسميها intracellular mediators. تمام، فهي بتسمح لهم انهم يتدفقوا بين التو سيلز. اوكي، السمول موليكيولز مثل الكالسيوم ايونز مثلا بيقدروا يتحركوا بين هدول السيلز، بس اللارج موليكيولز مثل البروتينز والدي ان اي ما بيقدروا يتحركوا. ف يعني لازم يكون في عندهم اسيستنس معينه، مش موضوعنا. فانه يعني بدنا نعرف انه الجاب جنكشن والبلازموديزمات هذول عباره عن شانلز صغار تربط الخلايا بشكل مباشر مع بعض، الخلايا اللي جنب بعض طبعا. تمام، بتخلي المولكيولز والايونز الصغار يمرق بسهولة. The transfer of signaling molecules transmits، طبعا انتقال signaling molecules راح ينقل الستات اللي في الخلية للخلية اللي جنبها. اوكي، فهذا بسمح له انه group of cells ينظموا برضو بعض، زي ما حكينا بينظموا بعض وبينظموا response تبعهم للسيجنال. يعني لما توصل سيجنال لخلية واحدة تقدر الخلية هاي توصل السيجنال لكل الخلايا اللي جنبها. في النبات حكينا عندي بلازموديزماتا بتوين السيلز، فهي اللي بتعمل التواصل مع هدول السيلز.
هاي الصورة عندي للبلازما ديسماتا، طبعا مش مهم نحفظ الأجزاء اللي بالصورة بس عشان تشوفوا إنه هي عبارة عن هاي هالشانل راح توصل ال عم توصل السيتوبلازم للخليتين مع بعض. هلا الجاب جنكشن حكينا موجودة بالحيوانات والإنسان. cell targets a neighboring cell connected via gap junction. إذا بتتذكروا أخذناها بالهيستولوجي. هاي الرسمة عشان تتذكروا الموضوع. هاي جدار أول خلية، هاي جدار الخلية الثانية، وهاي عندي gap junction اللي بيناتهم عبارة عن بروتين من هذا الجدار وبروتين من هذا الجدار اتحدوا مع بعض عملوا لي channel سميناها gap جنكشن، تسمح بانه الخلية الثانية يوصلوا المواد بين بعض. هون بحكي لي انه السيجنال رح تنتقل من خلية للثانية خلال الجاب جنكشن هاي. يعني بمعنى اخر دايركت سيجنالينج، تو سيلز بيرتبطوا بين بعض because they carry complementary proteins. حكينا بروتينين من الخليتين بيتصلوا مع بعض فمسميهم complementary proteins على السيرفس تبعهم، تمام. The proteins bind to one another زي ما قلنا. This interaction changes the shape of one or both proteins. بصير عندي تغيير لما البروتينز هدول يرتبطوا مع بعض، بتغير شكلهم بصيروا زي channel تنقل السيجنالز. This kind of signaling is especially important in the immune system. كتير مهم بجهاز المناعة، لأنه الإميون سيلز تستخدم السيل سيرفيس ماركرز. في إشي اسمه ماركرز موجودين على خلايا الجسم، ماشي. خلايا المناعة كيف بتتعرف إنه هاي الخلية خلية جسم ولا خلية غريبة؟ عن طريق هدول الماركرز. هي عارفة شو الماركرز اللي بيكونوا على خلايا الجسم. لو لقت خلية ما عليها الماركرز هدولة أو عليها ماركرز مختلفين، دغري رح تعرف إنه هاي خلية ممرضة، خلية مش طبيعية بتهاجمها. فإميون سيستم بحتاج هاي البروتينز حتى يتعرف على إنه إلها دخل بالماركرز اللي بتكون على السيلز، تمام. وهاي الصورة حكينا عنها. نحكي عن الهرمونز. طبعا احنا لنا ساعتين عم نحكي عن هرمونز، رح تحكوا شو بدك تحكي. ببساطة احنا قاعدين عم نعيد نفس الحكي اللي عم نحكي فيه، قلت لكم السبب، يعني انا مضطرة احكي هذا الحكي. طيب هون بحكي النيورو ترانسميترز بتطلعها الاكسون تيرمينالز للنيورون للسينابتيك جونكشن حتى تتحكم بالنيرف سيل فانكشن. هلا نيورو اندوكراين هرمونز. هلا في عندي هرمونز مختصة بالنيورونز، تمام. هاي النيورو بسموها نيورو اندوكراين هرمونز. هاي الهرمونز بطلعها للنيورونز برضو. النيورونز تعملها سيكريشن للسيركوليتينج بلاد، وبتأثر الفانكشن للتارجت cells. types of hormones حكينا عن types of hormones اللي هم proteins او اللي هم البوليبيبتايدز بيكونوا كبار طبعا، اللي هم اغلب الهرمونات في الجسم من هذا النوع، تمام. البيبتايد hormones water soluble allowing them to enter the circulatory system easily. فهم ما بيقدروا يدخلوا غشاء الخلية بس بيقدروا يمشوا في الدم بدون أي مساعدة عادي، لأنه هم دائبين في الماء. Where they are carried to the target tissues. طبعا بوصلوا للتارجت تيشوز بدون مساعدة. Steroids hormones in most instances are synthesized from cholesterol. إذن غالبا الستيرويد هرمونز بتصنعوا من الكوليسترول، ماشي. هم ليبيد سوليبل، بالتالي رح يحتاجوا كارير بروتين
حتى ينتقلوا بالدم، بس لما يوصل للخلية بفوتوا بسهولة، ما بدهم ريسبتور برا، بفوتوا بلاقوا ريسبتور جوا. آخر شيء الأمين هورمونز اللي هم derived من التايروسين، تمام؟ هدول مثال عليهم اللي هم الإبينفرين والنوربينفرين، بيصيروا أو بتكونوا بالأدرينال ميديولا، تمام؟ هلا بنحكي طبعا هم ووتر سوليوبل. احنا نعرف انه الامثلة هاي ووتر سوليوبل او ووتر مش سوليوبل لو ليبيد سوليوبل، عشان نعرف لو انسألنا عنهم انه رح يفوتوا من الخلية او لا، وين الريسبتور تبعهم، بيحتاجوا كارير بروتين او ما بيحتاجوا. كل هذا الموضوع رح نعرفه اذا عرفنا هم ووتر ولا ليبيد سوليوبل. اذا نرجع نعيد، قلنا انه البروتينز والبوليبيبتايد هورمونز زائد الامين هورمونز كلياتهم ووتر سوليوبل. مثال على الامين هورمونز ايش حكينا؟ ابينفرين والنوربينفرين. وين بينتجوا عندي؟ بالادرينال ميديولا. طبعا الادرينال ميديولا اللي هي هسا عندي الادرينال جلاند، هايها اللي فوق الكلية، اتوقع اسمها الكظرية بالعربي كأنه. المهم هاي الجلاند هيها عبارة عن إلها كورتكس وإلها ميديولا. كورتكس بتفرز اشي والميديولا بتفرز اشي. الميديولا هي اللي بتفرز الابينفرين والنوربينفرين، اوكي؟ الهورمونز بحكيني عندها كاركترستيك معينة، طبعا عندها أنست متى تبلش شغلها. كل هرمون بيعرف متى بلش شغله وقديش يضل مأثر لديوريشن، ماشي؟ فإنه حسب الهرمون هو بيعرف حاله، أوكي. هرمون ريسبتورز آر لارج بروتينز، إحنا بنعرف إنه ريسبتورز هم بروتينز. Also each receptor is usually highly specific for a signal for a single hormone. كل ريسبتور ما بستقبل إلا الهرمون المخصص له. بحكي لي أول خطوة بالهرمونز action هي إنه يرتبط بالريسبتورز اللي على التارجت سيل. أما إحنا قاعدين عم نعيد حكي إحنا عارفينه حكينا. اللوكيشن لا الهرمون ريسبتورز حكينا in or on surface of the cell membrane، وهاي بتكون مثلا البروتين والبيبتايد هرمونز حكينا لأنهم water soluble لأنهم إيش كبار بالحجم ما بدخل لجوا، فبيكون الريسبتورز على السيرفس. تاني إشي بالسيل سايتوبلازم، إحنا يعني أنتوا قاعدين هسا هيك عم زي كأنه بتأكدوا على معلوماتكم، أتوقع لآخر الفيديو بتكونوا حفظتوا كل الحكي. السيل سايتوبلازم للبرايمري ريسبتورز للستيرويد هورمونز، لأن الستيرويد ليبيد سوليبل بتدخل لجوا. آخر شي في النيوكليوس، ماشي، بتكون للثايرويد هورمونز. هاي أمثلة، تمام؟ نحفظ الأمثلة وبس. إذا الستيرويد هرمونز معروفة بتكون بالسيتوبلازم، بس نحفظ إنه الثايرويد هرمونز بتكون موجودة بالريسبتورز تبعتها بالنيوكليوس. هلا بحكي لي هون إنه هدول الريسبتورز في منهم نوعين، يعني كأنه نوع استخدام واحد ونوع لا بنعمل له إعادة تدوير. في منهم بصير لهم inactivation بعد ما تخلص الهاد، بصيرهم inactivation أو يعني يا إما بصيرهم inactivation وخلاص برجعوا بنعملهم reactivation لما يرتبط فيهم receptor تاني، أو بصير لهم يعني بصيروا بحكي لكم destroyed أو يعني بيخربوا أو بتدمروا، تمام؟ بعد ما يصير فيهم يعني بيرتبط فيهم receptor، بس من لحد ما تخلص التفاعلات بتكون بيرتبط فيهم الهرمون، لحد ما تخلص التفاعلات بيكون الريسبتور اتدمر، ماشي؟ فلما
بده يرتبط ريسبتور هرمون جديد رح يلاقي ريسبتور تاني تصنع. اذا هم حالتين، يا اما زي كأنه بنعمله اعادة تدوير، يا اما في منهم انه بيخربوا وبنجاب غيرهم، بتصنع غيرهم. تمام. Many hormones activate receptors that indirectly regulate the activity. بحكي لي انه الهرمونز بتعمل activation للريسبتورز، هاي الريسبتورز بتكون indirectly بتنظم الاكتيفيتي للتارجت بروتين by coupling with groups of cell membrane proteins. هذا الاشي لو بتتذكروا حكينا عنه شو اللي هو موضوع الجي بروتين وهاي الاشياء، اوكي؟ حكينا عن السكند ماسنجر وهاي الاشياء. هاي هي انه بحكي انه الهرمونز ترتبط بالريسبتورز اللي بتكون كابلد مع جي بروتينز او بروتينات تانية. هاي الرسمة تاعت الجي بروتين كابلد ريسبتور. حكينا انه لما الهرمونات تتصل مع الاكسترا سيلولار بارت للريسبتور راح يصير فينا تغييرات في الريسبتور، بيعمل اكتيفيشن للجي بروتين. فهذا الاشي بيعمل انترا سيلولار سيجنالز. هاي السيجنالز يا اما بتفتح او بتسكر سيل ممبرين ايون شانلز، او مثلا بتغير الاكتيفيتي لانزيم في السيتوبلازم، او انها بتعمل اكتيفيشن للجين ترانسكريبشن. يعني الهرمون ممكن يعمل ثلاث اشياء بغض النظر، يعني هم حاطين احتمالات للاشياء اللي ممكن تصير بعد ما يتحفز الجي بروتين، اوكي؟ طبعا هاي كلها اشياء مرقع لنا. بحكي لي انه some hormones are coupled to inhibitory. طبعا لما يكون الريسبتور coupled مع inhibitory جي بروتين، لما يرتبط الهرمون رح يصير عندي inhibition. لما في عندنا هرمونات تانية coupled مع stimulatory جي بروتينز، وهذا كله عرفنا. اعتمادا على ال coupled of a hormone receptor to inhibitory or stimulatory جي بروتين، حسب اذا حسب الجي بروتين اللي مرتبط فيه ريسبتور بيكون تأثير الهرمون. تمام. فممكن الهرمون انه يزيد او يقلل الاكتيفيتي للانتراسيلولار انزيمز. بحكي لي انه في ريسبتورز لما يصير عند لما يصير عندها اكتيفيشن دايركتلي بتشتغل دايركتلي كانزيم، او مثلا بتكون يعني بتتفاعل مع انزيمز كتير بسرعه فبتعمل لها اكتيفيشن. يعني مش زي الجي كابلد بروتين، جي بروتين كابلد ريسبتورز انه بيرتبط الريسبتور بحفز اشياء واشياء. احكي له انه في ريسبتورز هي اصلا انزيمز او بتشتغل كشغل انزيمز دغري لحالها على السريع، اللي هم اخذنا عنهم بيكونوا جوا الخليه ذكرناهم. دغري هي نفسه بيروح بيرتبط بالدي ان اي وبيعمل التغييرات، فهدول انه بيكونوا يعني بسرعه شغلهم. Enzyme-linked receptors. حكي لي هو transmembrane receptor. في عنا receptors مرتبطة بالenzymes. تمام. أوكي. هي حكي لي إنه binding of an extracellular ligand. هلا هدول غير اللي حكينا عنهم بيكونوا جوا الخلية، هدول بيكونوا برا الخلية برضو بس مرتبطين بenzyme جوا. extracellular ligand رح يرتبط فيهم، بيعمل enzymatic activity للintracellular side. احنا بنعرف كيف بيكون الريسبتور له اجزاء جوا واجزاء برا، فالجزء اللي برا بيحفز الجزء اللي جوا، اللي هو بيكون في مرتبط مع انزيمات بيعملها activation. signaling molecule binds to the receptor on the outside of the cell causes conformational changes on the catalytic function. حكينا احنا هلا الانزيم شو شغلها بالخليه، شغلها تسرع التفاعلات، اوكي؟ فالتغيير هذا لما ياثر على الانزيم راح ياثر على سرعه التفاعل او على
هي يعني انه قديش رح يصير التفاعل، تمام؟ فلما يتأثر الفانكشن الكاتاليتيك فانكشن located on the receptor inside the cell، هذا هو التأثير اللي رح يصير. مثال على الانزيم linked receptor اللي هو الليبتين ريسبتور، اللي هو بينظم الشهية، يعني بينظم انت تحس انك جوعان او شبعان، او انه جاي عبالك تاكل او مش جاي عبالك تاكل، هذا هو اللي بينظمه الليبتين ريسبتور، تمام؟ هلا الانتراسيلولار سيجنالز تتضمن دايما فوسفوريليشن، عشان تصير السيجنال لازم يكون في فوسفوريليشن في الموضوع. فلما يصير عندي فوسفوريليشن بصير للإشي اللي بيعمل اكتيفيشن لترانسكريبشن بروتينز، الإشي اللي بحفز ترانسكريبشن بروتينز هو اللي بيصير له فوسفوريليشن. هذا الإشي بيعمل لي اكتيفيشن للترانسكريبشن باي ليبتين، ماشي، والتالي بيؤدي ل activation ل other intracellular enzymes، تمام؟ بحكي لي انه بعض الافكتس تاعت الليبتين بتكون سريعه لانها بتعمل activation لل intracellular enzymes وخلاص، ماشي، او في عندي actions ثانيه بتكون بطيئه لانها بتتطلب تصنيع بروتينات جديده. هاي عندي هنا الليبتين مرتبط بالريسبتور تبعه، وهاي عندي هنا كيف صار تفاعلات جوا الخلية وصار عندي فوسفوريليشن كتير، وبالآخر صارت التأثيرات المطلوبة. بحكي لي إنه في بعض البيبتايد هرمونز، مثال عليها اللي هو السايكليك غوانوسين مونوفوسفيت والسي اي ام بي، هدولا التنين بيستخدموا كسكند ماسنجر. حكينا عن السكند ماسنجر، طبعا احنا نحفظ ان هدول سكند ماسنجر قلنا هو اشي الريسبتور بيحفظه، بروتين بيكون موجود بالخلية، بعد ما يتحفظ الريسبتور بيحفظه لحتى يعمل الاشياء، كأنه يعني مرحلة تانية من العمل. امثلة اخرى على الانزيم لينكد ريسبتورز اللي هو الانسولين. الانسولين اخذنا انه هو مثال على الريسبتورز اللي بتكون برا الخلية، برضو هو مثال على الانزيم لينكد ريسبتورز. بحكي لي عندي انواع كتيرة من الانسولين ريسبتورز بتكون موجودة بديفرنت تيشوز، ماشي. النت افكت هو عبارة عن انه هاي الريسبتورز المختلفة اشي منها بيحفز الانزيمز، اشي منها بيعمل إنها اكتيفيشن لانزيمز تانيين. فبالآخر بطلع عندي النت افكت اللي هو احنا بدنا اياه، اللي هو الافكت الصح، او اللي هو يعني نسيت كيف تحكي بالعربي، المهم الخلاصة، يعني خلاصة الموضوع بتطلع الاشي اللي احنا بدنا اياه. فبهاي الحالة الانسولين هو اللي بيدير واللي بينظم الميتابوليك ماشينري حتى يطلع عندي الإفكتس المطلوبة. هنا بحكي لي إنه الانتراسيلولار هرمون ريسبتورز بيكون عندي several hormone binds with protein receptor inside the cell، ماشي. وفي عنا يعني بيكون عندي الهرمونز بترتبط على الريسبتورز اللي برا، اللي جوا الخلية عفوا، بدل ما ترتبط برا. ليش؟ لانها ليبيد سوليبل، بتدخل لجوا الممبرين بسهولة وبتتفاعل مع الريسبتورز بتاعيهم بالسيتوبلازم او بالنيوكليوس. احنا هلا عم نحكي اشياء، رح نضل نعيد بالاشياء اللي احنا عارفينها. يعني احكي لي انه هنا الهرمونز، الهرمون ريسبتورز كومبلكس، هاي الكومبلكس يعني عندي صار اكتيفيشن للريسبتور. شو بتروح بتعمل؟ بترتبط بالدي ان اي بسيكونس بنسميها
هرمون ريسبونس إليمنت، يعني إحنا حكينا إنها ترتبط على مكان معين بالدي إن إيه، فهذا الإشي بيعمل أكتيفيشن أو ريبريسس للترانسكريبشن، يا بحفز أو بيثبط الترانسكريبشن للسبيسيفيك جينز أو للمسنجر آر إن إيه، تمام؟ يعني بتكوين المسنجر آر إن إيه. هلا بحكي لي إنه في عندي النيولي فورم بروتينز، بتصير لما تصير تنتجها الخلية بتصير داخل الخلية، فبتصير هي تتحكم بالفانكشن الجديد تاع الخلية أو الفانكشن المحدث يعني تاع الخلية. نيجي على الثايروكسين. الثايروكسين هو هرمون مين بتطلعه؟ الثايرويد جلاند، ماشي. هذا الثايروكسين يعتبر ميتابوليك هرمون، بيحكي لي هو ليبيد سوليبل، نعرف انه هو ليبيد سوليبل، ماشي. الريسبتور تبعه وين يكون؟ تحت جوا الخليه اكيد. المين فانكشن للثايروكسين هو انه ينتج بروتينات تعمل اكتيفيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب هاي شو بتحتاج؟ تحتاج اي تي بي، تحتاج طاقه. سو لما يكون في عندي ثايروكسين اكثر معناته انا بحتاج اي تي بي اكثر. لما انا احتاج مور اي تي بي يعني انا الميتوكوندريا راح تشتغل اكثر، راح يصير عندي سيتريك اسيد سايكل اكثر، بالتالي انا راح احتاج مور رو ماتيريال. الرو ماتيريال اللي هي بتعطيني الطاقه جلوكوز واو 2، يعني انا بحتاج مور جلوكوز مور او 2. الجلوكوز من وين بدي اجيبه؟ يا اما بيكون مخزن بالكربوهيدرات او انه بجيبه من برا لما باكل، اوكي. بحتاج مور اكسجين. مور اكسجين من عندي اجيبه؟ مور فنتيليشن، بتنفس زياده، زائد انه بصير عندي مور بلاد فلو حتى يحاول يوصل اكسجين اكثر، وكمان عشان يتخلص من الويست برودكت اللي راح تصير، لانه راح تصير عندي ويست برودكت اكثر. هاي عندي هنا الثايروكسين كيف بصير، دخل جوا الخليه، دخل على النيوكلياس، ارتبط بالدي ان ايه، عمل التغييرات المناسبة. نيجي على الانسولين. الانسولين بحكي لي هو زي ما عرفنا هو بيبتايد هرمون، يعني بروتين يعني كبير، ما بدخل على الخلية، الريسبتور تبعيته برا، ماشي. بيطلعوا البنكرياس، شغله انه يتحكم بالجلوكوز ليفل ان بلاد، مستوى السكر في الدم، وبساعد الخلية انها تدخل الجلوكوز لجواها عشان يا اما تحوله للجلايكوجين او انه تستخدمه. لذلك more insulin released معناته انه عندي less glucose in blood. في هاي الرسمة بصور لي هاي عندي الدم فيه كتير جلوكوز، الخلية ما بتقدر تدخل الجلوكوز لجواها لانها مسكرة، المفتاح اللي بفتحها هو الانسولين، الانسولين بفتح الخلية حتى تدخل الجلوكوز لجوا. اوكي هون بيحكي لي انه انا جسمي متعرض لكتير ستيمولس، ماشي، وفي عندي كتير ريسبتورز بالجسم لحتى تستجيب لها الستيمولس. حسب نوع الستيمولس عندي انواع من الريسبتورز، ماشي. عندي ميكانو ريسبتورز من اسمها يعني لها دخل بالحركة او هيك، نوسي ريسبتورز اللي هم هدول اختصاصهم للبين، عندي كيمو ريسبتورز للأشياء الكيميائية مثل التيستينج، عندي الأوزمو ريسبتورز هدول بتحسس التغير بالأوزمولاريتي، وآخر شيء الثيرمو ريسبتورز للحرارة. أوكي هلا بيحكي لي إنه الريسبتورز بتخلي التغير بالممبرين فولتج، يعني بتعمل لي تغير في الممبرين فولتج حتى نرسل سيجنال تعمل رياكشن ل يعني او استجابه لهذا الستيمولس. يعني الريسبتور بتحسس تغير بالحراره مثلا، شو بيروح بيعمل؟ بيحفز اشياء معينه او مثلا بامس على الايون تشانلز موجوده على الممبرين الخلية، هذا الشيء بيغير للفولتج لا
الخلية شو بصير عندي؟ action potential. هذا الاكشن potential بنتقل عن طريق النيورونز، ماشي؟ فبالتالي المحصلة انه رح يصير في عندي action استجابة للستيمولس. هاد بحكيلي انه هدول الريسبتورز الديستريبيوشن تبعهم بيكون بيختلف، الدنسيتي تبعت يعني عدد الريسبتورز تختلف من مكان لمكان. مثال على الموضوع هذا بحكي لي انه لما الاوزمولاريتي تزيد، ماشي، الاوزمو ريسبتورز رح تحس الزيادة هاي، فالنيورون سيجنال بتروح للهايبوثالامس حتى يفرز لنا شيء اسمه ADH. اوكي شوف الرسمة، بحكي لي هنا انه الاوزمو ريسبتورز حست انه في عندي زيادة بالاوزموتيك بريشر. زيادة الاوزموتيك بريشر، اوكي، شو راح يصير عندي؟ راح طبعا راح ترسل ل طبعا خلايا عصبية، سيارات عصبية ل الهايبوثالامس انه افرز لنا ADH. اوكي لما نحكي زاد الاوزموتيك بريشر، يعني انا زاد عندي زادت الاملاح في الدم، اوكي، فال ADH شو راح يعمل؟ راح يروح على البلاد فيسلز يعملهم فاسو كونستريكشن، وراح يروح على الكيدني يخليها تزيد الري ابزوربشن للووتر حتى ترجع المي على البلاد فيسلز، تمام. فبالنهايه المحصلة اللي عندي انه رح يصير عندي، رح يزيد البلاد فوليوم لانه المي رجعت عليه، ورح يزيد عندي البلاد بريشر لانه لانه برضو رجعت عليه المي وصار عندي فازو كونستريكشن بعدين. فبحكي لي هون كمان، هون اللي هو الباراسيبترز بالاورتيك ارش حست انه في عندي ديكريز ان بلاد بريشر، يعني حسينا بالاوزموتيك بريشر، حسينا بالبلاد بريشر، التنين رح يصير عندي نفس النتيجة، نفس الاستجابة ونفس النتيجة. اوكي هلا هاي اللي هي من هون ورا اخر محاضرة اعطاها دكتور شعبان، كانت زي سمري، حكى اشياء احنا بنعرفها، ويعني ما اظن في اشياء جديدة، بس انا رح احكيها على السريع. اوكي بحكي لي انه احنا عندنا هنا كتير اشياء، يعني different kind of sensation، كتير اشياء بنحس فيها. مثل عندي smell, taste, vision, hearing and equilibrium. equilibrium برضه انه دخل بالاحساس. ف بحكي لك كل نوع من هاي الاشياء اللي احنا بنحسها الها نوع من الريسبتورز اللي يعني بضل متابعها موضوعها اذا تغيرت اذا اشي. فهاي الريسبتورز شو انواعها؟ السميل الشم كيميكال ريسبتورز، التايست كيميكال ريسبتورز، الفيجن الكترو ماجنتيك، اوكي، الهيرينج ميكانيكال، احنا بنعرف انه الموجات الصوتية بتفوت بتحرك الشعيرات اللي جوا هاي الى اخره. واخر شيء عندي الايكوليبريام اللي هي ميكانيكال ريسبتورز. هلا بحكي لي ما انه انا عندي ديفرنت ريسبتورز، يعني انواع مختلفة من الريسبتورز، كل نوع الى ستيميوليشن، يعني ستيميوليتر شكل. الاشي اللي بيحفز الكيمو ريسبتورز مش نفس اللي بيحفز الميكانيكال ريسبتورز، اوكي. ف عشان هيك في عندي اختلاف. هلا بحكي لي انه مثلا السكان عندي هو اكبر جزء في الجسم، اكبر مساحه بحس الاشياء في كل مكان بالسكان انا بحس، تمام. بسالني السؤال انه هو كل منطقه في الجسم تبعنا في السكن تبعنا انه لها عليها نفس الريسبتور؟ فجواب انه قصدي سوري انه هي عليها اختلاف بالريسبتورز. فالجواب طبعا كلهم عليهم ريسبتورز بس بيختلفوا.
مثلا لما أنا بحس بالبرد ما بحس بالبرد بجزء من أصابعي مثلا، والباقيين ما بحسش فيهم، فعشان هيك الريسبتورز موجودين على كل الجسم. تمام. هلا بأي منطقة بالسكن في عندنا كل أنواع الريسبتورز، تمام، بس اللي بيفرق هون الدنسيتي لهاي الريسبتورز، يعني كل سكن تبعي على كل الأنواع، بس اللي بيفرق من منطقة لمنطقة إنه اختلاف الدنسيتي، قديش في عندي ريسبتورز في هاي المناطق. أوكي، مثلا أنا بقدر أحس بالوجع، يعني بحس بوجع أكتر في مكان، ووجع أقل بمكان تاني. أوكي، يعني لو أنا انضربت على إيدي مش زي لما أنضرب مثلا على خدي، في يعني في أماكن بحس فيها الوجع أكتر من أماكن تانية. وهذا هو نفس السبب إنه لما حدا يقرقرك أو يزغزغك مثلا، لو حدا عمل هاي الحركة على إيد الواحد ما بحس إشي، أما لو مثلا حدا زغزغك على بطنك تفرض ضحك. ليه؟ لأنه الريسبتورز اللي في هاي المنطقة بتكون أكتر، الدنسي تاعتها أكتر من الريسبتورز اللي على إيدك مثلا، فعشان هيك في مناطق حساسة أكتر من مناطق. بشكل عام بحكي لي إنه إحنا عنا greater density of receptors في اللبس والفينجرز، تمام، وهذا الإشي يعني إنه هدول المناطق more sensitive. هاي الكونسبت اللي هي شغلة إنه density of receptors مختلفة نسميها uneven distribution of uneven distribution of receptors. هلا نيجي نحكي الريسبتورز كيف تشتغل وبتودي سيجنالز للبرين وبتعملي ريسبونس. حكينا هذا الاشي برضه طبعا اللي هو الفولتج تشينج، يعني اكشن بوتنشال. اذا الفولتج تشينج عبارة عن اكشن بوتنشال، تمام. بحكي لي انه في عنا two types of potentials، بالتالي two types of cells. عندي receptor potential، ماشي، هذا بيطلع لي بيكون عن طريق neurotransmitters. في عنا generator potential اللي هو ما فيه neurotransmitters but can trigger release of neurotransmitters. يعني receptor potential بيطلع neurotransmitters، اما الجينيريتور بوتنشال ما بيطلع نيوروترانسميتر بس ممكن يحفز انه يطلعوا انه شيء ثاني يطلع نيوروترانسميترز. هلا لما انا اضغط مثلا على ايدي انا بحس انه انا في ضغط على ايدي، بحس في انه شيء اختلف، تمام. كيف صار عندي ستيمولس؟ كيف انا حسيت؟ ماشي. هلا انا لما حطيت الضغط على ايدي اللي صار انه صار في عندي اختلاف في التشينج سوري اختلاف في الفلويد ديستريبيوشن على طبعا بين في جوا وبرا الخلايا، تمام. هذا الاشي ولد التشينج هذا بيعمل لي زي سيالات عصبيه او اكشن بوتنشال. هلا الاكشن بوتنشال بيوصل للدماغ فانا بحسه. بحكي لي انه الستيمولس is changing something if the change stops so does the response. يعني طول ما هو في change في عندي response للchange، بس يوقف الchange response بيروح. يعني انا لما اشيل ايدي بحس انه خلاص انشلت ايدي بطل في ضغط. اوكي،
طبعا بحكي انه كل اجزاء الجسم فيها ريسبتورز، ما في ولا جزء بالجسم ما فيه ريسبتورز. اوكي، هلا السؤال انه احنا مش كل ستيمولاس بنحسه. ليه؟ لانه في عندي اشي اسمه ادابتيشن، بيخليني انه زي كأني بتعود على الستيمولاس هذا، فما بضل احس فيه طول الوقت. رح نشرحه كمان شوي. هلا في عندي احنا بنعرف اللي هو الالم او البين. هلا بدنا نفسر كيف احنا بنحس بالبين. هلا البين هو فيلينج طبعا، ماشي. بحكين انه الفيلينج هذا هو احنا بنحس بالتيشوز تاعتنا وهي قاعدة عم بتموت. usually local tissue death بيكون يعني انه مكان معين بحس انه التيشو عم بتموت فيه، عشان هيك بحس بوجع في هذا المكان. it doesn't have to be massive destruction، يعني مش لازم يكون عندي مثلا واحد اكل رصاصة هيك بحس غير هيك. لا يعني لو الواحد انغز ابرة رح يحس بالموت هاي الخلايا او التشوز اللي جوا جسمه، فبحس بالألم. تمام، فمش لازم يكون في عندي موت كبير للخلايا حتى يحس بالألم. طبعا كل ما كان التشوز تدمير، يعني كل ما كان تدمير التشوز اكتر او اكبر، ماشي، بحس بألم أكتر. يعني اللي بحس بإبرة مش زي اللي بحس بمثلا جروح غميق، يكون وجع أكبر، ماشي. ليش إحنا بنحس بالوجع هاد؟ لا لأنه هلا إحنا حكينا هذا ردة فعل على موت الخلايا، فلنفرض إحنا ما بنحس بالوجع، تيجي إبرة تدخل بإيدنا ما بنحس بشي، تيجي رصاصة بتدخل فينا ما بنحس بشي. طب هذا الاشي شو رح يصير؟ هذا الاشي رح يموت جسمنا، يعني احنا رح نضل خلايانا تموت. فهذا هو عبارة عن حماية لهاي الخلايا. مثلا انا اصبعي غز بشغلة، دغري انا بحس بوجع، هذا الوجع بوصل لدماغي، دماغي بياخد قرار ببعت لايدي انه زيحي عن الاشي اللي غزيتي فيه عشان الخلايا ما تضل تموت. اوكي، هاد اشي حكيناه لتحت. هنا عم نحكي عن نفس الموضوع، الموضوع انه اشي غزل بالايد كيف بوصل لدماغ. هلا نيجي على الادابتيشن اللي حكينا عنه قبل شوي. الادابتيشن هي انه تعريفه اللي هو maintenance of change، بمعنى اخر انه انا بتعود على الستيمولاس لدرجة انه انا ما بحس فيه اصلا. مثلا احنا دايما من لابسين اواعي، دايما انا بحس بالاواعي اللي انا لابستها؟ لا، يعني انا كل ما يعني الاحتكاك الاواعي بجسمي ما رح اضني كل شوي انقص منه واحسه هيك، لانه خلص تعودت عليه، جسمي تعود عليه، فصار عندي ادابتيشن، ببطل احس انه انا يعني كل شوي بحتك في الاشياء اللي لابستها. طبعا تخيل انا بنقز من الاشي اللي لابسته كل شوي، بصير انه بدي ابعد ايدي عن الاشي اللي لابسته هيكني. فانه لا، عندي ادابتيشن بخليني انا اتعود على هذا الاشي. لذلك الادابتيشن اشي منيح، بس برضه ممكن يكون اشي مش منيح. كيف ممكن يكون اشي مش منيح؟ كيف؟ طبعا يعني كل شي بزيد عن حده بصير ضده. مثلا اذا انا بطلت احس بالني جوينت تبعي، هذا الاشي بخليني افقد الاستابيليتي تبعتي. اوكي، لانه انا بطل احس حركة اجري، كيف تغيرت حركتها وكيف وين راحت اجري وين حطيت اجري، بطل احس فيها. بالتالي رح ابطل
أعرف كيف أحرك إجري بالنهاية. مثال تاني، الوجع. إذا أنا بطلت أحس بالوجع زي ما حكينا، يعني تعودت على الوجع، صار في أدابتيشن عليه، أنا بطل أحس فيه، ببطل أعرف إنه التيشوز عم بتموت، بصير التيشوز بتموت وأنا مو حاسة فيها، ومش مبعدة إيدي عن الدبوس مثلا أو عن الإشي، فهذا الإشي رح يسبب موت الخلايا تاعتي. هلا بحكي لي change in is beneficial in certain situations, so it's not always good for receptors to adapt to it. تمام. هلا بحكي لي انا برضو لازم اعرف انه الادابتيشن بيكون slow او fast حسب الريسبتور. في بعض الريسبتورز بتكون سريعة ماشي، وفي بعض الريسبتورز بنعتبرها بطيئة. الريسبتورز البطيئة بنسميهم non adaptive. تمام. هلا هون بدنا نفرق بين شغلة الادابتيشن والفاتيج اللي جبنا سيرتها برضو اكتر من مرة. طبعا هما بيختلفوا عن بعض. الديفرنس انه الافكت هلا بالادابتيشن، الإفكت تبع الترانزميتر فقدته، الترانزميتر موجود بس أنا فقدت الإفكت تبعه، بينما بالفتيق الريسبتور يعني برضو عم يعمل ريليس للنيورو ترانزميترز. تمام. يعني لسه أنا عم بطلع نيورو ترانزميترز وعم بستجيب وعم بطلع وبستجيب، فلحد ما يتعب، يعني كأنه عم بيصير عندي أشياء متتالية، استجابات متتالية، مش زي الأدابتيشن. أوكي، بيختلف اختلاف تام. أوكي، برضو بدي أفرق الأدابتيشن عن موضوع الداون ريجوليشن من هرمونز. هلأ شغلة الداون ريجوليشن والأب ريجوليشن إشي كتير عجيب. يعني بحكي لي إنه السل هي بتزيد عدد الريسبتورز اللي عليها او بتقللهم حسب ظروف معينة، مثلا حسب تركيز المادة تاعت هاي الريسبتورز. فلنفرض انه هاي خلية عليها ريسبتورز للانسولين، اوكي، وهاي الانسولين لو انا عندي مثلا جزيئين انسولين حوالي هاي الخلية، هاي الخلية بدها تلقطهم، يعني بتحاول تعمل شو ما كان حتى تقدر تمسك هدول الانسولينز. شو بتروح تعمل؟ بتزيد عدد الريسبتورز. اوكي، بعد شوي نفس هاي الخلية زاد عدد الانسولين حوالاها، شو بتحكي؟ الاسراف مش منيح، انا عندي كتير انسولين، في جميع الحالات رح اقدر اخذ اللي بدي اياه لانهم كتار. شو بتروح تعمل؟ بتقلل الريسبتورز اللي على سطحها، تحكي يعني تنين بكفوني، باخد حاجتي وخلص. اوكي، هاي هي شغلة الاب والداون ريجوليشن. اوكي، بحكي لي انه داون ريجوليشن بالهوميوستاسيس موجود ماشي، ما بيؤدي لا انهيبيشن. لما بيكون عندي نارو رينج او شورت بيريود اوف تايم، ما بيطول، بيسبب بولساتايل افكت، بيقلل الافكت زي ما قلنا، بتقلل الريسبتورز، بالتالي رح يقلل افكت لهاي الريسبتورز، فبالتالي رح يقل عندي الريسبونس، بالتالي للسنسيتيفتي. حكينا احنا زيادة الريسبتورز بتعني زيادة بالسنسيتيفتي، مع انه قللت الريسبتورز معناته قلت السنسيتيفتي. اب ريجوليشن عبارة عن بوزيتيف فيدباك ماشي، بزيد الريسبتورز بالتالي بزيد السنسيتيفتي. اوكي، هلا هون بدنا نقارن
بالادابتيشن والداون ريجوليشن. تمام، بحكي لي الادابتيشن بيعمل انهيبيشن للريسبونس، فببطل انا احس بالشيء. ماشي، so that even we if we maintain stimulus there is no response. يعني انا حتى لو ضل الستيمولس موجود انا ما عندي response لإله، يعني انا ما عندي all or none response في receptor potential. اوكي، هلا stronger stimulus اللي بيوصل للثريشولد بيعطيني more frequent action potential. اوكي، يعني انا لو كان عندي stimulus عالي كتير اعلى من الثريشولد راح يعطيني عدد اكبر من الاكشن بوتنشال. تمام، بس كقيم الاكشن بوتنشال راح تكون هي نفسها، بيزيد العدد بس. اوكي، هذا معناته انه الانتنسيتي للستيمولس نقدر نقيسها بعدد ايش الاكشن بوتنشال، يعني قوه الستيمولس تنقاس بعدد الاكشن بوتنشال اللي اعطاني اياه. اوكي، weak stimulus ما بيعطيني action potential لأنه بكون لسه ما وصل للثريشول. strong stimulus اللي هو اللي بوصل للثريشول بيعطيني action potential واحد. stronger عاد اللي أعلى من هيك بكتير بيعطيني عدد أكبر من action potential. هلا بحكي لي إنه إذا يجينا نقارن stimulus مع بعض من ناحية same receptor، أوكي، حكي لي stronger stimulus more potential change بالتالي greater number of action potentials، stronger stimulus more frequent action potential يعني عندي greater change in receptor potential greater number of action potentials. هيك احنا بنربط كل اشي مع بعض. بالتالي المحصلة يعني للموضوع كلياته انه كل ما زاد قوة الستيمولاس بيزيد عندي عدد الاكشن بوتنشلز. اوكي، هذا شغلة احنا اخذناها بشابتر 5 بمادة الفيرست اللي هي الاكشن بوتنشل للكاردياك مسل. رح نرجع نعيده على السريع رح احكي لكم اياه بما انه الدكتور جاب سيرته. يعني اوكي، بحكي لي انه شو الاشي اللي بيخلي الاكشن بوتنشال بالقلب مختلف، لانه عندي لانه انا بحتاج يعني longer duration. ماشي، هاي longer duration بحصل عليها من الكالسيوم influx بالdepolarization state، بوجود الكالسيوم خلال فترة depolarization بتزيد duration تاعت الاكشن بوتنشال. اوكي، هلا الديوريشن للاكشن بوتنشال العادي عبارة عن 1-2 ملي سكندز. اوكي، المسل كونتراكشن تحتاج 10 ملي سكندز، يعني فرق كبير. ماشي، هلا في هاي الحالة الاكشن بوتنشال، طبعا احنا بنعرف القلب عضل وبتنقبض، في هاي الحالة الاكشن بوتنشال راح يخلص قبل ما العضلة تخلص انقباض بكتير، يعني لبين ما العضلة تنقبض بيكون صار شيء 5 اكشن بوتنشال. فهذا الاشي ما بيصير لان القلب لازم ينقبض، لازم ياخد وقته. اوكي، فهذا اشي بيعني انه احنا بنحتاج more action potential which will make the contraction a lot stronger. تمام، continuous muscle contraction مثلا اللي هو مثل لما انا بدي احمل stuff. ماشي، انا بحمل وضلني رافعة، بتضل العضلة صار لها contraction لحد ما انا انزل الاشي من ايدي. اوكي، او مثلا داي السموث muscles في blood vessel، بيعني انه contraction رح يضل لوقت اطول بدون ما يصير عندي relaxation بالمسل. طبعا هذا ما بيصير بالقلب. ليش؟ لانه انا القلب بيدوخ عندي الدم، لما الدم بده يدخل للقلب لازم يكون القلب في حاله ريلاكسيشن. اوكي، بالتالي اذا انا ما عندي ريلاكسيشن
يعني ما في عندي دم رح يدخل على القلب، يعني أنا ما رح يمشي الدم في جسمي، أوكي؟ بالتالي يعني هذا الحكي اللي حكينا كله نتوصل إنه ضروري جدا إنه يكون في عندي اختلاف في الكاردياك مسل، البوتنشال تبع الكاردياك مسل، تمام؟ بحكيني هون، هون حكينا إنه إحنا نحتاج ريلاكسيشن حتى يدخل البلد للجسم للقلب، سوري. كيف بدنا نوصل لهذا الإشي؟ أول إشي لازم يكون عندي، بدي أكون إنه أخلي المسل contraction يصير very fast، حوالي 2 ملي سكند زي وقت الاكشن بوتنشال، وبدي ازيد الديوريشن تاعت الاكشن بوتنشال، يعني يا انه بقلل الكونتراكشن تبع المسل حتى يصير زي وقت الاكشن بوتنشال، يا ما بزيد الديوريشن للاكشن بوتنشال حتى يصير زي الوقت اللي المسل بتاخده لحتى يصيرها كونتراكشن. طبعا السكند اوبشن هو اللي بيصير في الكاردياك كونتراكشن، الاول ما بيصير، الثاني هو اللي بيصير، بنزيد الديوريشن تاعت الاكشن بوتنشال للكاردياك مسل. كيف بدنا نزيد الاكشن بوتنشال؟ الاشي الوحيد اللي مختلف اصلا عن الاكشن بوتنشال العادي وجود الكالسيوم شانلز، وهي اللي بتزيد لي هاد الوقت، اوكي؟ طبعا في هالحالة رح تزيد عندي الابسولوت ريفراكتوري بيريود اللي هي بنسميها بلاتو بالاكشن بوتنشال جراف، اوكي؟ اذا الريفراكتوري بيريود بتزيد، اللي هي اذا بتتذكروا هي الفترة اللي ما بقدر ال شو اسمه ما بقدر يستجيب فيها، يعني خلال الاكشن بوتنشال ما بقدر يستجيب الغشاء هذا لاي شيء تاني، الممبرين ما بيستجيب لاي ستيمولس تاني خلال هاي الفتره. هاي رسمه الاكشن بوتنشال تاعت الكاردياك مسل للتذكير، فيها عندي فيز 4 الان اي والسي اي شانلز مسكرين، بس في عندي الليكي بوتاسيوم تشانلز شغالة، هذا الوضع الطبيعي. بعدين لما يصير عندي اكشن بوتنشال بصير عندي ان اي، الان اي موجب بتفتح، بفوت الان اي لجوا، بصير عندي دي بولاريزيشن، لو نلاحظ انه دي بولاريزيشن سريع جدا، اوكي. بعدين بتبلش مرحلة الريبولاريزيشن، اوكي، تفتح البوتاسيوم تشانلز بتطلع البوتاسيوم لبرا. في هاي الحالة لحد هون احنا زي الاكشن بوتنشال العادي. هلأ هون فيس 2 اللي رح يصير انه الاختلاف هو انه رح تفتح الكالسيوم بصير تدخل لجوا، تعادل يعني الكالسيوم موجب لما يدخل لجوا بيعادل الموجب اللي عم يطلع مع البوتاسيوم، تمام؟ فبالتالي بنلاحظ انه هاي المرحله فيها زي كانه استقرار في الرسمه، هذا الشيء ببطئ مرحله ببطئ الريبولاريزيشن وبيزيد لي فتره الاكشن بوتنشال. بعدين ترجع بتسكر الكالسيوم شانلز هنا، وبتضل البوتاسيوم شغاله لحد ما نرجع للستيت اللي هي الريستينج. اوكي، هلا هون بحكي لي انه القلب فيه نون ستيميوليتد سيلز، ما بقدر انا اعملها ستيميوليشن، وفي عندي اكسايتابل تيشوز او اللي هي سيلز انا بقدر اعملها ستيميوليشن. هاي السيلز بتفرق، يعني النوعين هذول بيفرقوا عن بعض من خلال انه قديش انا بحتاج حتى اوصل للريستنج ميمبرين البوتنشال، اللي هو الثريشولد الميمبرين بوتنشال للثريشولد تفرق من هاي من بين النوعين. السلوب للريبولاريزيشن والديبولاريزيشن برضو بيختلف، هو اللي هو ميل خط الريبولاريزيشن او الديبولاريزيشن على الرسمه. هلا احنا بدنا نركز على السيلز اللي احنا بنقدر نعمل لها ستيميوليشن، اللي هي بنسميها اسم تاني سبيشالايزد كاردياك سيلز. بحكي انه هاي سلايتلي ديبولاريزد
membrane potential. اوكي ما في عندي fast channels in A in A channels. في عندي leakiness to sodium, presence of slow calcium channels. عندي slow calcium channels فيهم slow response. في ال هلا مثلا عندي في pacemaker بيحدد سرعة contraction. وبرضو مثال sinoatrial node هاي ما بتنقبض بس هي هي اللي بتعمل لي generation action potential. هي اللي كده احكي بتولد الاكشن بوتنشال تمام بس ما بتنقبض. الممبرين بوتنشال بتتحدد من خلال الايون اللي بيكون اعلى ليكنس. ماشي في النون اكسايتابل سيلز الايون هاد هو البوتاسيوم ماشي بس في الاكسايتابل سيلز هو الصوديوم. قلنا بالصوديوم فيها ليكنس قبل شوي لسه هلا بالستاد قبل قلنا الاكسايتابل سيلز بس فيها ليكنس بالصوديوم عاليه بينما النون اكسايتابل سيلز البوتاسيوم فيها اعلى الليكنس تاعته. كيف بقدر اغير عدد الاكشن بوتنشلز؟ اوكي يا اما بغير السلوب لما يكون السلوب قليل معناته الديوريشن اعلى فزادت الديوريشن بقل عدد الاكشن بوتنشلز. اذا كان السلوب عالي معناته الديوريشن اقل معناته عدد الاكشن بوتنشلز بيزيد. اوكي بعدين عندي بغير الاشي اللي اسمه ريستينج ميمبرين بوتنشل. اذا زدت الريستينج ميمبرين بوتنشل ماشي كيف يعني زدتها يعني صارت اقرب للثريشولد بالتالي رح يصير عندي more action potential لأنه إيش رح أحتاج stimulus قليل جدا حتى يصير عندي action potential. أما لو قللت ال resting potential يعني أنا بحتاج stimulus أكبر بحتاج less action potential. طبعا the duration تتغير عكس عدد ال action potentials. أوكي هلا أنا لا قلت إنه what's called resting membrane potential. ليه ما قلت إنه هي أصلاً resting membrane potential؟ لأنه فعلياً membrane potential في the specialized cardiac muscle مش فعل مش resting. يعني إحنا بنحكي لها resting بس هي فعلياً مو resting. هي gradually rises بتحكي إنه هي بتزيد تدريجياً بين the heartbeats. يعني هو القلب ما بيعمل resting وبيكون يزيد تدريجيا البوتنشال تاعته بتكون تزيد تدريجي بس مش ريستينج بس احنا ضمنا بنسميه ريستينج على اساس انه هو بين الانقباضات. يعني هلا لما احنا نزيد الريستينج ميمبرين بوتنشال هذا الشيء بيخلي البوتنشال اقرب للثريشولد بالتالي لما يكون اي اكشن بوتنشال صغير رح يعمل رح يحتاج shorter amount of time رح يعني بسهولة رح نوصل للثريشولد بالتالي رح نحتاج shorter amount of time وبالتالي رح نكون في عندي more action potentials in a given amount of time. بتقل duration بزيد عدد الaction potential. slow response is modified in cardiac muscle. every muscle requires relaxation afterward. اوكي اذا slow response بيخلي العضلة تحتاج relaxation بعد هذا response. اوكي هلا اخر اشي انه بدي اعرف انه الهارت سيلز بتشتغل in clusters تمام يعني كمجموعة كاملة. right atrium ماشي يعني انه هيك مقسم مجموعات. الرايت اتريوم مثلا بيعمل الاكشن بوتنشال تبعه لحاله ماشي خلال الهاي السيستم يعني بيكون عندي كوندكتنج سيستم. الفنتريكلز بتعمل برضو الاكشن بوتنشال تبعها حسب
الأكشن بوتنشال الأولاني تبع الأتريوم، يعني هم بيشتغلوا كمجموعات، الأتريوم لحال والفنتريكل لحال، بس بيكون إيش منسقين بين بعض، إنه الأكشن بوتنشال الأولاني يكون زي الثاني. بحكي الأوريجينال فولتج تشينج هي اللي بتتحكم بالريت تبع الأكشن بوتنشال ستيمولاس اللي هو بحدد الفولتج. هيك احنا بنكون خلصنا شرح هذا التشابتر، او اللي هم مجموعة التشابترز. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله اكون فدتكم قد ما بقدر يعني، وتكون الصورة توضحت. اي اشي بتحتاجوه تقدر تبعتوا لي او تبعتوا لاي حدا بالنادي، ان شاء الله ما بنقصر معكم. ان شاء الله يكون امتحان السكند سهل والكل يزبط، والمادة ان شاء الله ما تكون صعبة عليكم، هي سهلة يعني الواحد يفهم حفهم ويدرس ويعمل اللي عليه ويتوكل على الله، وان شاء الله انه ما بيجي الا الخير. ويعطيكم الف عافية وبالتوفيق لكم جميعاً.